موضوع الانتخابات هو موضوع قرار لحال بلد أو مدينة. فإذا ما المدينة أهل المدينة علموا لمن رشح نفسه نسبا وحسبا فالمدينة في خراب إن لم نعلم بهذا الإنسان. فإذا لابد لنا من معرفة خصوصيات ذلك الإنسان المرشح، والذي أسعى أنا كمواطن لترشيحه يجب أن يكون صاحب صفات، منها صاحب حسب ونسب وأمانة وكفاءة. أما يأتينا أناس لا نعلم مصدرهم ولا نعلم نشأتهم ولا نعلم أنسابهم ولا جهاتهم، وهنا الخراب والخراب. فنتمنى من الله جل وعلا أن يكون المواطن الموصلي واعيا مدركا لمن يرشح. وهنا نحتاج إلى التوعية السياسية من قبل إعلامكم وخصوصا الموصلية التي هي سباقة للتحقيق والحقيقة لما يحدث في هذه المدينة. نسعى من الإعلام تبيان وتوضيح وفضح كل غريب يأتي لسرقة مقاعد مجلس محافظة نينوى، وعلى الخطباء في الجوامع أن يأخذوا دورهما في توعية وتنشئة قاعدة شعبية مثقفة لمعرفة من سيتولى مقاعد هذه المحافظة. والله احنا نقول لازم ننتخب من أهل موصل. ليش؟ ها؟ ليش؟ أبو البلد هو نفسه، يعني هو ما أكش أحسن من أهل موصل. الأحزاب جاية على الكرسي وجاية على هذا وتشتري أصوات. تشتري اصوات؟ تشتري اصوات الاحزاب قدامك. ها؟ تشتري معروفه يا اخوان، هي معروفه هي. الصوت ليش يبيعوا؟ ها؟ ليش صوت؟ بالكيف هي معامله صايره، ب 50 وب 40 وب 60. زين شنو رايك باللي يبيع صوته؟ ها؟ اللي يبيع صوته؟ والله قوه واخلاقه، يعني ما اقول اكثر. غير ابن المدينه اللي خدم المدينه وعمرها ورتبها وسواها من احسن الى احسن. يعني نعرف ونعرف شخصيته ونعرف مستواه ونعرف منصبه، نعرف حكمه بالبلد ونعرف هو ثقل بالبلد هم. يعني ما يفيد، هو جاء لتخريب هذا البلد، والموصل واهل نينوى يعرفون الصح من الغلط. اقول هذا الشيء من ننتخب؟ طبعا ابن الموصل، نبقى ابن الموصل، ومعروف اللي خرب البلد ومعروف اللي نفع البلد. واضحه الصوره، يعني ما راد الا قبويه. زين ايش تنصح الموصل؟ الموصل ننصحهم ينتخبون من ابن المحافظة اللي يعرفونه، هم اللي يعرفونه، إنسان اللي عمر وإنسان اللي حرر.